إيرادات ضعيفة، خسائر متوقعة وتسريح موظفين، هذا هو حال وادي السيليكون الذي يجمع على أرضه أغلب شركات عمالقة التكنولوجيا الأمريكية. مع انخفاض سهم شركة التواصل الاجتماعي سناب شات إلى ما يقرب من 40% الأسبوع الماضي، ومع خسارة نتفليكس لأكثر من 1,000,000 مستخدم في الربع الأخير، إضافة إلى وضع تويتر الذي يعيش وضعا حرجا مع إيلون ماسك أو بدونه وغيرها، ناهيك عن حال الشركات الناشئة التي أصبحت ترى أن رأس المال آخذ في الجفاف، فهل ستشهد شركات التكنولوجيا ركودا اقتصاديا قريبا؟ ينضم إلينا الآن من تونس العاصمة محمد علي السويسي المختص في الإعلام الرقمي. أهلا بك معنا. بداية، يعني الأخبار تأتي من كبريات الشركات العالمية كما ذكرنا، يعني مثل أبل وغيرها، بيتا وغيرها، ميتا عفوا وغيرها، بدأت تقلل في عدد التوظيف، وحتى البعض يقول أنه سيبدأ بتسريح بعض الموظفين في شركات أخرى. ما السبب؟ يعني لماذا الشركات التكنولوجيا أيضا مهددة وكأنها بالركود مثل الصناعات الغذائية والتجارية الأخرى؟ شيء عادي جدا بالنسبة لهذه الشركات نظرا لاعتمادها على خدمات، وهذه الخدمات مرتبطة سواء كان بصناعة أخرى أو مثل الإشهار مثلا بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، وهنا أتحدث أساسا على شركة ميتا وشركة ألفابت، الشركة المالكة لجوجل. ولكن أيضا هذه هناك قسم آخر من الشركات الذي يرتبط أيضا في نشاطه بالتجارة مثلا، وهذا الحال بالنسبة لشركة أمازون. فهذه الشركات على علاقة بمكونات متعددة اقتصادية، وهذه المكونات تعيش ركود وتعيش أزمة منذ أشهر، وعادي جدا أن يكون هناك انعكاس لهذا الركود على نشاط هذه الشركات. ما لاحظناه بالنسبة لسناب شات، ما نتحدث عنه اليوم بالنسبة لشركة ميتا، ما سنتحدث عنه خلال الساعات المقبلة، لأنه شركة ألفابت وشركة مايكروسوفت من المنتظر أن تعلن عن نتائجها اليوم، ومن المنتظر أن تعلن عن نتائج مخيبة وتراجع كبير بالنسبة للأرباح. كل هذا يؤكد أن هذه الشركات يعني في صميم نشاطها الاقتصادي ونوعية هذا النشاط تشهد إشكال كبير جدا، وسيؤثر على هذه الشركات طيلة الأسابيع والأشهر المقبلة. إذن يعني طالما أنه في انكماش وركود عالمي، ف تتراجع حصة الدعاية والإعلان، وبالتالي تتراجع حصة هذه الشركات من الأرباح. هل الدعاية والإعلان فقط هي المورد الرئيسي لهذه الشركات؟ يعني شركة مثل مايكروسوفت أيضا تنتج ويعني كمبيوترات ويعني أجهزة لوحية، و
هناك زيادة في الشراء في الفترة الأخيرة، هل الموضوع كله منوط بالإعلانات فقط؟ لا، ليس مربوط بالإعلانات فقط. مثلا بالنسبة لشركة نتفليكس، لا نستطيع أن نقول أن نشاطها مرتبط بالإعلانات، بل نتفليكس كانت يعني تنتظر هذا الركود، لذلك قامت بحركة استباقية وقامت بترفيع سعر الاشتراك، ما أدى إلى رد فعل سلبي وانعكاسي بالنسبة للمشتركين الذين قطعوا علاقتهم بشركة نتفليكس. هذا بالنسبة لشركة نتفليكس. تحدثت عن شركة مايكروسوفت، الحصة بالنسبة لإنتاج الحواسيب واللوحات بالنسبة لشركة مايكروسوفت هي حصة ضئيلة جدا، لا تعتبر يعني محرك أساسي لنشاط شركة مايكروسوفت. الشركة تعتمد على حلول تقنية، على أنظمة نظام تشغيل، على حلول سحابية تتعامل بها مع الشركات، وهذه الشركات في جميع المجالات، وهذه الشركات أيضا تعيش إشكالية كبرى. لذلك نستطيع أن نقول أنه نعم، هناك تأثير بالنسبة للإعلانات، لكن هناك العديد من الشركات مثل شركة أمازون مثلا التي لا تعتمد على الإعلانات بل تعتمد على التجارة الإلكترونية. طيب، وقد هل ممكن أن يكون الحل بالتعويض المالي المباشر؟ يعني مثلا سناب شات عرضت بأنه يدفع المشترك 3 أو 4 دولارات من أجل الحصول على خصائص. يعني نتفليكس يمكن عملتها بطريقة صعبة، وأصلا أسعار اشتراك نتفليكس مرتفعة أكثر من منافساتها بكثير، وبالتالي في مشكلة. لكن كثير من شركات التكنولوجيا مثل يوتيوب مثلا تدفع اشتراك فتعفيك من الدعايات. هل يمكن أن يكون الرابط المالي المباشر بين الشركة والمستهلك هو الحل هنا؟ نقطة مهمة جدا سيدي الكريم، لأن الشركات التكنولوجية تعلم جيدا أن لها إشكال كبير بالنسبة للتعامل والاعتماد فقط على الإعلانات، لذلك تحاول منذ مدة تنويع مصادرها وتلتجئ يعني إلى أنواع جديدة للربح. شركة تويتر أعلنت منذ السنة الفارطة على تويتر بلو، سناب شات أعلنت على خدمة مدفوعة الثمن، تيليجرام نفس الشيء. بالنسبة لنتفليكس يتحدث عن تطوير نوع جديد من الاشتراك يعتمد على الإعلانات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. هذه الشركات تدرك جيدا أنها في يعني أمام مشكل كبير جدا بالنسبة للركود. بالنسبة لمشاكل أخرى أيضا، نتحدث عن تأثيرات الحرب في أوكرانيا، نتحدث عن أسباب أخرى مثلا بالنسبة لتويتر إشكالها ومشكلتها مع إيلون ماسك والتي أثرت تأثير مباشر على نتائجها خاصة في الثلاثي الثاني. هذه الشركة تحاول أن تجد تنويع لأنشطتها وللربح، نظرا لأن هناك قوانين يعني ستتطور في الأشهر القادمة للحد من التعامل مع المعطيات الشخصية، وسيكون هناك تأثير سلبي على الإعلانات. طيب، وهذا ما جعل هذه الشركات وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي تلجأ إلى هذا النوع من الاشتراكات. طيب، إذا لجأت إلى الاشتراكات فأنا المستخدم سيكون في وضع صعب، يعني هو الذي سيتحمل مسؤولية هذه المشكلة وبالتالي تلقى على عاتقه. هل هذا سيفسح المجال لشركات ناشئة منافسة مجانية؟ ستجد أنه يعني أنت بدلا من أن تشترك في هذه الشركة التي أنت متعود عليها، ممكن يكون في منافسين ناشئين مجانين يحاولون الاستفادة من هالفرصة. هل تجد بأن السوق ممكن أن يتسع على منافسة أكبر بسبب موضوع الاشتراكات هذه؟ موضوع الاشتراكات هو موضوع في طور التجربة، لأنه حديث العهد بالنسبة للإطلاق. لكن هل سيكون هناك شركات ناشئة باستطاعتها أن تقف أمام الحيتان الكبيرة؟ هذه الشركات لديها من القوة ما يجعلها تتحمل يعني هذا العبء وهذا البطء بالنسبة للنمو، لأنه هذه الشركات بدأت تتحدث عن الرجوع إلى النمو العادي بداية من الثلاثي الثاني من السنة المقبلة. أظن أنه بالنسبة لهذه الشركات حسمت اللعبة بالنسبة لها منذ مدة طويلة. الشركات الناشئة باستطاعتها أن تبدع، أن تكون لها يعني حلول
نستطيع أن نقول أنها بديلة بالنسبة لهذه الشركات، لكن تسويقيا هل ستستطيع هذه الشركات الناشئة أن تأكل من حصة هذه الشركات الكبرى في السوق؟ أظن أن هذا أمر صعب نوعا ما، ويستلزم مدة زمنية طويلة جدا، وفي هذه المدة الزمنية الطويلة تستطيع هذه الشركات الكبرى أن تعود إلى نسبة نمو ونشاطها ونموها المتعود. شكرا جزيلا لضيفي من تونس العاصمة محمد علي السويسي المتخصص في الإعلام الرقمي، شكرا. هل عانيت من زيادة أسعار السيارات مؤخرا؟ هل سجلت اسمك ضمن قوائم انتظار طويلة لشراء بعض الأجهزة الإلكترونية أو حتى السيارات waiting list، السيارة ستأتي بعد أشهر؟ اطمئن، هناك بعض المؤشرات على أن هذه الأزمة قاربت الانتهاء بعد انفراجة في إنتاج الرقائق الإلكترونية chips، بعد أن تعطلت هذه الصناعة لسنوات بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. الحل يأتي من الصين. الصين تسعى من اليوم الأول لأن تسيطر على هذا السوق الذي يمثل أي صناعة تعتمد بشكل أو بآخر على التكنولوجيا. ستبدأ الصين في إنشاء 31 مصنعا سيكونون جاهزين للتصنيع والإنتاج في 2024. ينضم إلينا الآن من دبي أنس النجداوي المستشار في إدارة الأعمال الرقمية. أهلا وسهلا بك معنا. بداية نحن عم نحب أنه يعني نعطي بعض التفاؤل والأمل للمستهلكين اللي يعني عانوا بسبب أزمة تشيبس، هذه الرقاقات التي تأخرت وبالتالي يتأخر تسليم يعني طلباتهم. هل فعلا الحل سيكون في الصين؟ هل هذه المصانع ممكن أن تحل الأزمة؟ هي المشكلة في قلة المصانع ولا في توقف المصانع اللي هي أصلا موجودة بسبب أزمة كورونا؟ طبعا مساء الخير أستاذ يوسف، تحية لك والمستمعين والمشاهدين. طبعا مشكلة الرقائق حصلت وبدأت تتأزم منذ عامين تقريبا بسبب وقف فعلا عمليات التصنيع وعمليات سلاسل الإمداد لهذه المصانع بسبب جائحة كورونا. وبعد ذلك بعد أن بدأت طبعا الأمور الاقتصاد ينفتح والأمور تعود إلى مجاريها، طبعا أخذت وقت من أجل عودة الأمور المياه إلى مجاريها، وهذا طبعا سوف يأخذ مدى كان من المتوقع أن يكون فعليا أكثر من عامين يعني تقريبا، لكن الأمور يبدو أنها تتحسن بشكل أفضل. طبعا الصين أدركت منذ البداية أنه فعلا موضوع الرقائق هو موضوع استراتيجي ويخدم استراتيجيات الصين على المستوى البعيد. فإذا ملف التصنيع وملف تصنيع المواد أو الرقائق الإلكترونية يعتبر من أهم الأولويات الاستراتيجية للصين، والتي تعمل عليها ليست الآن، منذ عدة سنوات صراحة. وبالتالي الآن مع الانفتاح والعودة إلى الأمور الطبيعية تبدأ الأمور بالتحسن. طبعا هذا في بداية هذا العام كانت المؤشرات سيئة جدا من ناحية
من ناحية توفر مثل هذه الرقائق، لكن بعد مضي تقريبا يعني 6 أشهر الأمور الآن أفضل. طيب اسمح لي أستاذ أنس أسألك، يبدو أنه سوف تعود المصانع للعمل. صحيح. الصين، لماذا الصين يعني دائما هذه الرقائق؟ الصين من آسيا، في شرق آسيا، لماذا لا تتجه دول أخرى لتصنيع هذه الرقائق؟ ما المشكلة في إنشاء مصانع لهذه الرقائق في أماكن مختلفة من أنحاء العالم؟ طبعا سيدي، هذه الرقائق تحتاج إلى مواد أولية طبعا، وتوفر المواد الأولية وتوفر أيضا الخبرات في تصنيع مثل هذه الشرائح. طبعا يجب أن ننكر أنه طبعا الريادة هي للشركات الغربية والأمريكية في السابق من ناحية تصنيع وتطوير الرقائق الإلكترونية، لكن الصين معروف أنه هي أكبر مصنع في العالم من ناحية البنية التحتية، وتوفير العمالة وتحريك المصانع يعتبر من ناحية يعني من ناحية التكلفة إلى حد ما هو أقل تكلفة من أي بلدان أخرى، وبالتالي هذا هو يعني لماذا الصين. طيب. الصين دولة كبيرة ودولة عظمى وفيها موارد كبيرة جدا، وبالتالي تستطيع أن تقوم بتوفير مثل هذا الكم الهائل من الإنتاج الذي يغطي. اسمح لي الآن، يعني احنا دخلنا في هذه الأزمة بسبب كورونا، مع كورونا توقف الطلب، توقفت المصانع، فجأة عاد الطلب، فصار في عندنا مشكلة في توفير الشيبس هذه. لكن الآن العالم كله على شفا ركود جديد، يعني مش بسبب كورونا ولكن بسبب أسعار النفط وغيرها، وبالتالي صحيح. الطلب صحيح. سيتراجع أيضا مرة أخرى. ألا نكون أمام دوامة الآن؟ يعني المصانع الجديدة هذه اللي في الصين ألا تكون ربما تفتح أبوابها مع صحيح. أزمة؟ يعني كيف ممكن، يعني هل ممكن الاستثمار في هذا المجال في هكذا ظروف؟ طبعا هي يعني طبعا في علم سلاسل التزويد هنالك ما يسمى بالبول ويب إفكت، يعني إذا حصلت مشكلة في بداية سلسلة التزويد، خلينا نذكر على سبيل المثال قلة الطلب أو تدني الطلب من الكونسيومرز بسبب ربما زيادة الأسعار، أو ربما بسبب قلة القدرة الشرائية، أو إلى أي مشكلة مادية، سوف تأخذ فترة وتؤثر على كامل السلسلة لحد ما تصل إلى المصانع. فالآن المصانع بدأت بالتصنيع، هذا لا يعني أنه ثاني يوم سوف تصبح المشكلة يعني سوف تنحل، ستأخذ وقت طويل. الآن نحن لا نعاني فقط من موضوع انتهاء يعني أزمة كورونا، نحن الآن في عنا تضخم بالأسعار، في عنا مشكلة الطاقة التي تؤثر على كثير من الدول حول العالم، في عنا مشكلة أيضا قلة وتدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين. هذه كلها عوامل سياسية واقتصادية طبعا بلا شك سوف تؤثر، لكن نحن الآن في وضع أفضل مما كنا فيه سابقا من ناحية توفر هذه الرقاقة التي تعتبر الدماغ لأي تصنيع أو لأي منتجات الآن حوالينا، يعني من سيارات كهربائية من كمبيوترات، من أجهزة حاسوبية، من أجهزة موبايلات، وبالتالي سوف تأخذ بعض من الوقت على أمل أنه تتحسن باقي المؤشرات، ولكن الأمور أفضل مما كانت عليه. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من دبي أنس النجداوي، المستشار في إدارة الأعمال الرقمية. قبل أيام خرج علينا الرئيس الأمريكي ليعلن عن إنجاز لا مثيل له في مجال الفضاء، وهو تلسكوب ويب جيمس الذي استطاع أن يكشف عن أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء لنشأة الكون على الإطلاق، بالنظر إلى ما يزيد على 13 مليار سنة ضوئية. مع هذه القدرة الهائلة في التقاط الصور، هل سيتغير شكل ومهام رواد الفضاء من الرصد للبحث والتحليل؟
انضم إلينا الآن من بيروت مجدي سعد، الصحفي المتخصص في علوم الفضاء ورئيس تحرير مجلة علم وعالم. أهلا بك معنا. هذه الصور التي تابعناها لمرصد جيمس ويب هي الأغلى في التاريخ، لأنه يعني كلف 10 مليار دولار تقريبا، وبالتالي صور يعني باهظة الثمن. بداية، هل يعني تستاهل؟ هل كشفت كثيرا لم يكشفه هابل أو غيرها من أبحاث ومراصد مختلفة؟ طبعا تلسكوب جيمس ويب هو الأكبر من نوعه يوضع في الفضاء الخارجي. هل أعطانا كل الذي ننتظره منه؟ طبعا لا، لأن في الفترات المقبلة سيقوم علماء متخصصين من عدة مراكز أبحاث بحجز وقت على هذا التلسكوب كي يدققوا بأهداف فضائية مختلفة لمقارنة المعلومات والبيانات التي تأتي مع سياق الشرح العلمي الذي أخذ عشرات السنين ليصل إلى ما هو عليه الآن. فإذن هي ليست مسألة سريعة، هي مسألة تدريجية، لكن هناك بشائر. يعني عندما يستطيع هذا التلسكوب أن يريك أول مجرة أو أقدم مجرة في الكون، علما أنه لم يكن يبحث عنها، يعني هم وجدوها في الصورة دون قصد، لم يكونوا يوجهون تلسكوب إليها. عندما يستطيع أن يريك هذه اللحظات الأولى لبدء تكوين المجرة، لا شك هذا الكم الهائل من البيانات سيدرسه عدة فرق بحثية لمحاولة تفسير كيفية نشوء وتطور المادة في الكون أو الطاقة، يعني خصوصا الطاقة الخفية، وهذا ما لا تشير إليه وسائل الإعلام على فكرة. جيمس ويب تلسكوب ينظر إلى المنظور كي يفسر الغير منظور، يعني صحيح. ما يعرفه العلماء بالمادة المظلمة التي توسع الكون، الطاقة المظلمة التي توسع الكون، والمادة المظلمة التي لا نستطيع أن نراها لكنها تؤثر على عمل المجرات، كيفية حركة المجرات، ولادة المجرات، تطور المجرات، موت المجرات، هذا لا نعرف عنه شيئا. جيمس ويب سيساهم كثيرا لأنه سيعطينا العين الأولى على الكون، ثم كيف تدرجت المادة في الكون. فإذا لازلنا في البدايات، جيمس ويب سيجيب عن أسئلة كثيرة لكن بشكل تدريجي. طيب، يعني حسب بعض الأبحاث الصحفية الغربية العلمية هنا، يعني في مقارنة بين وظيفة وأداء جيمس ويب ورواد الفضاء وأبحاث الفضاء. هل يعني احنا متجهون لاستخدام الروبوتات إلى هذه المراصد في الفضاء حتى نستغني تماما عن يعني إرسال رواد فضاء؟ هناك حسنات لاستخدام الروبوتات، من بينها تلسكوب جيمس ويب، أو من بينها جوال بيرسيفيرنس أو جوال كيريوزيتي أو الجوال الصيني على سطح المريخ. لكن يبقى يعني إذا حاولنا أن نقارب الموضوع ليس فقط من زاوية علمية وإنما زاوية اقتصادية، إذا أردت أن ترسل رواد فضاء إلى المريخ قد تتراوح الكلفة ما بين 250 مليار إلى 1000 مليار دولار، بينما إذا أرسلت روبوتات ستتقلص الكلفة إلى بضعة مليارات من الدولارات. فإذا هذا الجانب مهم ومهم جدا، لكن هذا لا يلغي كليا دور وأهمية وجود رواد الفضاء. لماذا؟ لأنه خذ على سبيل المثال التواجد الدائم على محطة فضاء الدولية في بيئة من انعدام الجاذبية ساهم كثيرا بتطور الأبحاث العلمية، وقد ترك أثر على الكثير من المنتجات التكنولوجية. في المستقبل عندما تنجح مهمة أرتمس الأمريكية في إقامة أول قاعدة على سطح القمر، سيكون لديك الفرصة لإجراء تجارب لم تكن في الحسبان. يعني وجود الإنسان على سطح القمر سيتيح استكشاف مجالات جديدة لم تكن متاحة على الأرض بسبب انعدام الجاذبية، أو خذ مثلا بسبب انعدام التشويش الراديوي أو الإشعاعي على الجانب المظلم على القمر، حيث بإمكاننا أن نضع تلسكوبات راديوية
نكتشف بها أشياء جديدة في الكون كان من المستحيل أن نفعلها على الأرض أو على الجانب المضيء من القمر. فإذن دور رواد الفضاء مهم، دور الروبوتات مهم، والكل يكمل الكل. طيب أستاذي، إحنا سألنا بس الناس على صفحتنا على تويتر وقلنا لهم أنه بعد تلسكوب ويب جيمس هل سيتغير مفهومنا ونظرتنا إلى الفضاء؟ 62% من المشاركين قالوا نعم، 38% قالوا لا. هل برأيك أنه فعلا رح يكون في تغير كبير في نظرتنا إلى الفضاء، أم أن جيمس ويب يؤكد لنا النظريات النظرية ويساهم في تحقيقها فقط، ولا ممكن يقلب كل المفاهيم؟ هذا يعتمد ليس على الجيمس ويب، يعتمد على العلماء الذين يعملون على فك أحجية الكون. يعني أعود وأكرر، الأحجية الكبرى اليوم في علوم الفيزياء الكونية هي المادة المظلمة والطاقة المظلمة. نحن عندما نتحدث عن الكون المنظور، أي الذي نستطيع أن نشاهده بعدة أنواع تلسكوبات وليس فقط بتلسكوب جيمس ويب، هو عبارة حتى اليوم نعرف بوجود 2000 مليار مجرة، وهذه كلها تشكل فقط 5% من الكون. إذن هناك جانب محجوب 95%. إما علينا أن نطور أجهزة جديدة أو أن نغير النظرية القديمة. إذن نحن أمام معضلة، هل يستطيع جيمس ويب أن يمدنا بالبيانات عن هذه المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وهل يستطيع العلماء تطوير الرياضيات المطلوبة لكي تتواءم مع البيانات التي يعطيها جيمس ويب؟ هذه كلها أسئلة معلقة ولا نستطيع إلا أن ننتظر لنرى الأجوبة عليها. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا. ضيفي من بيروت مجدي سعد، الصحفي المتخصص في علوم الفضاء ورئيس تحرير مجلة علم وعالم، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. لا تنسوا أن تشاركونا بتعليقاتكم على هاشتاغ البرنامج. نلقاكم الأسبوع المقبل في التوقيت نفسه مع أون ستريم.